امبارح لسه كان معاكم ثالث ايام بطولة امم اوروبا يورو 2024. كان في مباريات قوية وممتعة جدا، وكلنا بدأنا نتابع يورو 2024. مباريات امبارح جمعت ما بين هولندا وبولندا وانتهت بفوز هولندا بنتيجة 2-1. المباراة الثانية جمعت ما بين صربيا وانجلترا وانتهت بفوز انجلترا 1-0. وجمعت المباراة الثانية بين سلوفينيا والدنمارك وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. مباريات قوية جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من أمير نبيل الناقد الرياضي اللي موجود دلوقتي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا أمير، وكل سنة وأنت طيب. صباح النور جمانة ومحمد، تحياتي لكم وكل عام وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية بخير، ويعني سعيد إن أنا موجود معكم. إحنا أسعد. في البداية لو تكلمنا عن مباراة هولندا وبولندا، شفت المباراة إزاي؟ يعني هو بالتأكيد كانت التفوق للمنتخب الهولندي. صحيح ان هو يعني تحولت النتيجة بشكل كبير لصالح التوحيد في الدقائق الأخيرة، ولكن في النهاية هو فوز مستحق بالنسبة لفريق المدرب كومان. يعني كان المنطق بيقول ان المنتخب الهولندي هو صاحب الحظوظ الاوفر، خاصه منتخب هولندا بيفتقد جزء كبير جدا من قوته، وهو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونه وصاحب الخبرات والقائد اللي كان موجود على مقعد البندريه، ولكن طبعا لم يكن جاهز للمشاركه لسوء حظ المنتخب الهولندي اللي كان تعرض لاصابه قبل انطلاق اليورو. وبالتالي كان المنتخب الهولندي اللي يعني بيقدم النسخه دي مزيج من عناصر الشباب واصحاب الخبرات، فقادر كومان ان هو يعمل التوليفه دي وبيقدم بشكل جيد في البطوله حتى الان، او في بدايه جيده نقدر نقول المنتخب الهولندي. يبقى فقط الاستمراريه ومدى قدره المنتخب الهولندي على المضي قدما في البطوله وتحقيق مزيد من الانتصارات في مشوار البطوله. يعني شفنا المنتخب الهولندي يعني قدر ان هو يسجل في يعني صحيح انه استغل اخطاء دفاع المنتخب البولندي بشكل كبير، لكن قدر ان هو يحقق النتيجه المطلوبه في ضربه البدايه، لان بالنسبه له مهم جدا ان هو يحقق الفوز في المباراه دي في المجموعه اللي تضم ايضا فرنسا والنمسا. اعتقد كان بالنسبه له اهميه الفوز، لان طبعا المنافسه على الصداره لن تكون سهله في هذه المجموعه تحديدا. جميل. بشكل عام يمكن انتصار هولندا استكمالا ل يعني تفوق الكبار في هذه البطوله منذ اليوم الاول ليها، ما شفناش مفاجات كبيره، عشان كده كان متوقع ان المنتخب الهولندي يقدر ان هو يتجاوز عقبه منتخب بولندا في هذه البدايه تحديدا. بدايه قويه ليورو 2024، شايف ازاي امير هولندا ممكن تكون مرشحه بقوه للوصول السريع للمربع الذهبي في البطوله؟ يعني بالتأكيد المنتخب الهولندي عموما في بطولات اليورو وفي بطولات كأس العالم بيقدم مستوى جيد، بيقدم أداء ممتاز، عنده لعيبة مميزة، لكن دايما بيصادفه سوء حظ. يعني عنده سوء حظ في كتير من المواجهات، يا إما بيودع بركلات الترجيح، يا إما يمكن زي الخروج المونديال الأخير أمام الأرجنتين اللي كانت توجد بعد كده بلقب البطولة، يا إما يعني بيخسر يعني فوارق بسيطة جدا. عشان كده المنتخب الهولندي مش بس بيواجه المنافسين، لا بيواجه سوء حظه الشخصي في سجله دايما في البطولات في السنوات الاخيره. عايز يعود مره اخرى لمنصات التتويج، عايز يبقى موجود في المنافسه الاوروبيه تحديدا. عنده فرصه جيده بالجيل الحالي من اللعيبه، عنده لعيبه مميزه، كودي جاكبو، عنده شابي سيمونز، عنده اصحاب الخبرات فان دايك، ناثان اكي، اللعيبه اللي قدمت مستويات جيده مع انديتها في الموسم اللي فات تحديدا، واللعيبه اللي في جدل على مستقبل زي تشافي سيمونز ممكن ينتقل لانديه اكبر في الفتره اللي جايه. بالتاكيد قدره المدرب على انه يعني يعمل يعني مزيج جيد من العناصر دي ويقدم مستوى جيد للمنتخب الهولندي، دي هتزيد معاه سقف الطموحات شويه للمنتخب الهولندي، وان هو اكيد التاهل مش هو الهدف الاسمى، يعني لان هو بالنسبه للمنتخب الهولندي التاهل مش هيبقى صعب بالتاكيد، خاصه في نظام البطوله الحالي واللي انطلق منذ 2016 وهو بمشاركه 6 مجموعات 24 منتخب، فبالتالي بتاهل الاول والثاني وافضل توالد، ف
ما بتبقاش الامور صعبه قوي بالنسبه لكتير من المنتخبات فكره التاهل عن المجموعه، لكن طبعا فيما بعد عشان كده دايما بنتكلم عن بطوله اليورو بدايه من الادوار الاقصائيه بشكلها ازاي؟ يعني باستثناء مثلا مجموعه اسبانيا وكرواتيا وايطاليا ومعاهم طبعا المانيا، يمكن دي المجموعه الاصعب صحيح شويه بوجود منتخبات اسبانيا وكرواتيا وايطاليا، لكن بشكل عام ما تقدرش تقول ان في اختبارات قويه قوي للمنتخبات سواء منتخب الهولندي او غيره، لكن طبعا مع استكمال مشوار البطوله هنشوف الاختبارات الاصعب بالنسبه للمنتخبات، وهنشوف اذا كان منتخب الهولندي فعلا عنده حاجه يقدمها ولا يعني هيستمر في نفس المعاناه ونفس سوء الحظ اللي بيواجهه. طيب خلينا نروح معاك للمباراة التانية، وكانت مباراة قوية قوي الحقيقة، مباراة انجلترا وصربيا واللي انتهت بفوز انجلترا 1-0. ايه تعليقك على فوز المنتخب الانجليزي وشفت سير المباراة ازاي؟ يمكن منتخب انجلترا اكتفى بالهدف اللي سجله نجمه ونجم ريال مدريد جود بلينغهام، يعني ما كانش فيه يعني كان فيه فرص كتير صحيح للمنتخب الانجليزي ان هو يعزز التقدم، فرصه هاري كين، فرصه كايل ووكر في الشوط الاول تحديدا، كان فيه فرص كتير ايضا للمنتخب الصربي، كان اتيحت له فرص ان هو يهدد مرمى المنتخب الانجليزي، منها فرصه الكسندر بيتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، لكن بشكل عام يعني كان المنتخب الانجليزي هو صاحب الافضليه صاحب السيطره. صحيح ما قدرناش نشوف الشكل الامثل لمنتخب انجلترا خاصه ان عنده جيل هو يمكن الافضل نتكلم فيه لعيبه في يعني قمه تالقها مع انديتها، بيلينجهام متوج بدوري الابطال مع ريال مدريد والدوري الاسباني وبيقدم موسم رائع مع الفريق الملكي، ايضا فيل فودن مع مانشستر سيتي والتتويج بثلاثيه او يعني مع ثنائيه محليه، يمكن ايضا بالنسبه ل بوكايو ساكا مع ارسنال رغم عدم تتويج ارسنال، لكن ساكا من المواهب المهمه جدا في الكره الانجليزيه في الفتره الاخيره، كتير من اللعيبه ديكلان رايس ووكر ارنولد وتوظيفهم من المدرب ساوث جيت، يمكن ده اللي محتاج شويه ان هو يبقى يدي شكل اكثر ايجابيه شويه للمنتخب الانجليزي. يمكن اختبار صربيا كان اختبار قوي لان المنتخب الصربي عنده عناصر مهمه في كتير من الانديه سواء عربيه او اوروبيه، ولكن بشكل عام اسماء معروفه، بنتكلم على تاديتش، بنتكلم على سيرجي سافيتش، بنتكلم على الكسندر ميتروفيتش، كل دي عناصر يمكن بتصنع قوه المنتخب الصربي، لكن وطبعا مدربهم ستايكوفيتش من المدربين اصحاب الخبرات، لكن طبعا المنتخب الانجليزي مع ساوث جيت دايما الطموحات بتبقى اعلى من كده شويه قياسا بالعناصر الموجوده وقياسا من هو وصيف النسخه اللي فاتت من بطوله اليورو، ويمكن كان بعناصر مش بنفس التالق اللي كانت فيه حاليا للمنتخب الانجليزي، عشان كده دايما مطلوب من منتخب انجلترا افضل من كده، ولكن اذا كان الامر يتعلق بتحقيق الانتصارات فهو حقق المطلوب، لسه قدامه المرحله الجايه، لسه قدامه باقي مشوار المجموعات، واكيد التاهل طبعا عن التاهل الى دور ال 16 عن مجموعته، لان طبعا لا يمكن ان نستبعد منتخب انجلترا من اوائل المرشحين للمنافسه على لقب صحيح. البطوله. طب نروح معاك للمباراة الثالثة اللي جمعت سلوفينيا والدنمارك وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، إزاي شفت المباراة؟ يمكن طبعا كانت اللقطة الأبرز بالنسبة للمباراة تسجيل كريستين إريكسن نجم قائد المنتخب الدنماركي هدف التقدم لمنتخب بلاده، يمكن إريكسن حالة فريدة بالنسبة صحيح. للكرة العالمية والكرة الأوروبية، من لاعب يعني واجه شبح الموت في الملعب في النسخة الماضية من البطولة الأوروبية، ويعني كان عنده أزمة قلبية كانت تنهي مشواره في الملاعب، للاعب بيسجل هدف التقدم بمنتخب بلاده، ولكن يعني لسوء حظه لم ينجح المنتخب الدنماركي في الحفاظ على التقدم وخسر التقدم واكتفى بنقطة التعادل أمام المنتخب السلوفيني. يمكن مباراة كانت يعني سجال ما بين المنتخبين، ولكن رغم التفوق الدنماركي في كتير من أوقاتها لكن ما قدرش منتخب الدنمارك يحافظ على تقدمه، ولكن كبداية ليست سيئة لكن ليست هي الأفضل أيضا بالنسبة لمنتخب الدنمارك كريستن إريكسن ورفقائه في المنتخب، لأن برضو من المنتخبات المرشحة إنها على الأقل يعني تستمر في مشوار البطولة، عندها خبرة مع الألقاب الأوروبية، فعشان كده وحتى إذا ما كانش الجيل الحالي هو الأفضل بالنسبة للدنمارك، ولكن في طموحات إن هم يستمروا في البطولة لأطول مدى، في خاصة المجموعة يعني في فرصة مواتية لمواصلة التقدم في البطولة.
أمير نبيل الناقد الرياضي كنت معانا عبر تطبيق زوم، شكرا جزيلا ليك. معلقا على اليوم الثالث في مباريات يورو 2024 كأس أمم أوروبا.